المحامي 500 مليون نص مليار. ما لقيتهاش، ما لقيناش، تنقلب غير على شي ورقة ولو يكون الكسب 100 مليون ما لقيناش. في 2016-2017 أكاديمية ديال الرباط كانت صرفت واحد 1.8 مليار على الامتحانات الإشهادية، 1.8 مليار. وعرفتي الأكاديمية اللي كتر منها من حيث عدد الطلبة مش حال صرفات 300 مليون. ما خاصكمش توصلوا المغرب لهذا المستوى اللي تيولي فيه بالنسبة لهم بأن الرعب ديال الانتحار لا يساوي شيئا أمام البؤس ديال الحياة ديالهم. سير دبر راسك ومن بعد ذلك يقذفوا إلى قمة جبل أو في منطقة نائية في الصحراء. واش يقولوا ليه؟ منك طبيب لراسك، منك ممرض لراسك، منك فقيه ديال الدوار، منك قاضي، منك معالج للمشاكل الأسرية، مساعد اجتماعي، من بينك حلاق الكلاند أيضا. غير العمل عدد التلاميذ اللي غادروا المدرسة العمومية 334,664 تلميذ، عدد مخيف. زوار الموقع مرحبا بكم في هذه الحلقة الحوارية. ضيفنا قادم من مدينة الخنيفرة، واحد من أبرز الوجوه التعليمية واللقابية والحقوقية في المغرب، اشتهر بقضية دخلت إلى القضاء، قضية الدياليز. كبير قشة، واحد من زعامات نقابة حزب النهج الديمقراطي. ما تعجبكش هذه السي ضروري غادي نرد عليها. الجامعة الوطنية للتعليم توجه الديمقراطي ديال النهج الديمقراطي. لا ماشي ديال النهج، هذه ديال الشغيلة التعليمية، والان هي ديال الحراك التعليمي ومعبرة عن الالم والمعاناة والمطامح ديال الشغيلة التعليمية. سي كبير، عندك واحد القصة الناس عرفوك عب بديك شي ديال الدياليز، ياك نوضتيها مع موالين جمعية الدياليز، شحال طلبوا لك؟ 80 مليون تخلص. نعم آه، 80 خديت البراءة في الاخر. خديت البراءة، وهي ماشي غير القصة ديال الدياليز، كاينة تفاصيل نمشيولها نخليوها في الاخر. شوف غنوقفوا لك عند الدياليز، لانك انت اشتهرتي بجمعية ديال الدياليز، ومن اغرب القصص وحصلتي واحد التعاطف شعبي منقطع النظير في المغرب، تعاطفوا معك الناس بزاف بزاف، وكنحييك انك فجرتي واحدة من ملفات الفساد الكبرى. ولكن الناس ما كيعرفوش واحد القصة غريب عليك، وهذه دابا نبداو بها باش الناس يعرفوا الضيف اللي جالس معاه. ألم أرى قصة فضيحة بكل المقاييس، فضيحة وما كنبالغش، للأحزاب السياسية المغربية. عرفتي راه حتى الساعة باقي ما مصدقش، والله ما كنصدق. وملي شفت شكون اللي وقع لهذ الفضيحة، الاتحاد الاشتراكي ياك، بلاتي بلاتي خليني نقول للناس، حيت هذه أنا ما عمري توقعت في حياتي أن المغرب يكونوا فيه أحزاب. ست الأحزاب داروا بك بلاغ وديوك الحبس. نعم. وين هاد الأحزاب بعدها؟ حزب الحركة الشعبية، التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الشراكي، حزب الأسرى والمعسكرة، وحزب الحركة الشعبية. أش كيقولوا في هاد البلاغ اللي داروا عليك وبغاو المتابعة ديالك؟ كتبتي ماشي كتبتي تدوينة، علقتي على تدوينة. نعم. تدوينة منشورة. نعم. شايفينها خمسة الناس ولا أربعة. نعم. دخلتي أنت بحال أيها المغاربة. علقتي ما سبيتي ست الاحزاب، وهي التدوينه ديالك شنو كان القصه؟ عاودها انت، عاد نطرقوا في النقاش انا وياك. نعاود ديال الدياليز ولا نعاود ديال التدوينه؟ لا الدياليز خليها حتى الاخر، المهم حيت الدياليز انا بغيت نرجع لها، خصوصا انا سمعت واحد المعلومه وعاد واش تاكدها لي ولا لا. المهم سير عاود لي هذه بعدا. مرحبا، هذه هي يتعلق الامر بتعليق اسفل تدوينه. تدوينه تناقش او تطرح تصورا معينا بالنسبه للاهتمام بالاضرحه وبالمقابر، وتدعو الى تدعيم نوع من السياحه الروحيه بين مزدوجتين. التعليق الذي اردفته لهذه التدوينه يقول بان هذه السياحه الروحيه يمكن دعمها ايضا بجناحين للعلماء بين مزدوجتين من اجل تحضير مر وكذا، كانت في إطار تفاعل إيجابي وألم سخري وفكاهي بحكم العلاقة التي تربطني بصاحب التدوينة. صاحب التدوينة لا ودابا ماشي غير علقتي. نعم نقراها الناس باش تنسي. نعم حيت علاش كنوقف على هذه النقطة؟ باش يعرفوا المغاربة، حيت البلاد باش غنطوروها بقوة. صحيح. أحزاب صحيح. ها احنا عندنا مشروع، عندنا الفلوس، عندنا البنك الدولي، عندنا ثروة، المغاربة بغينا نبنيو، شكون خصنا؟ أحزاب ديمقراطية خصها أحزاب. دابا تصور عندك سد الأحزاب خلاو مشاكل المغرب وجايين عند مواطن بغي يديو الحبس. صحيح. عرفتي هادي انا نقرا على المغاربه باش نشوف شنو الخطور. نعم بالامكان. هما داك السيد شنو كان كتب في الاول؟ كيقول بان قال كتب خنيفره تطوير موسم مولي بوعزه لجعله قبله لرواد السياحه الروحيه. دخلتي عنده انت حيت صاحبك وعلقتي. قلتي له
نعم بالإمكان تطوير هوية سيرة قبلة سياحية روحية، وذلك ببناء جناح للعلماء للمجلس الإقليمي لبيع التمائم وصكوك الغفران وجناح علوم تطبيقية للرقية وقراءة الكف وبيع البخور وآخر لنانو تكنولوجيا لصناعة المجامر وحفظ البقايا الحيوانات استعمالها لنا 27 رمضان. وبالإمكان توأمة هذه المراكز البحثية مع مولاي إبراهيم وسيدي علي مهاوش. شنو فيها؟ ما فيها حتى قريت شي صفحات تدوينات ديال الناس في الديمقراطيه. صحيح. واحد شي رئيس كيضربوا بالبيض والناس كيضربوا الحكام في تبع هادي استاذ الاحزاب ديال تدوينه بسيطه. انا تنشوف بالنسبه لي بان هذه الاحزاب السياسيه كان الاولى والاجدر انها تهتم بما يمكن ان ينهض بالمنطقه من حيث الاوضاع ديال الماساويه. راه واحد الوضع ماساوي، راه مدينه مخربه، اصبحنا نسميها مدينه الثقوب السوداء. العيالات خنيفره، العيالات تبقاو يعرضوا الخبز، وكاين اللي تيبيع البلوط وكاين اللي تيبيع اللبق، الراسمال ديالو كامل 10 دراهم، وتيوهم راسو راه تيدير شي حاجه من اجل انه ما يرجعش للدار باش يصور واحد درهم في العشيه. هذا راه واحد الوضع، بل اكثر من ذلك الوضع ديال الفلاحه هو وضع كارثي. الوضع ديال المياه، ما بقاتش المياه الجوفيه، الناس عايشه في واحد الوضع ديال القهره، في واحد الوضع ديال الحقره، في واحد الوضع ديال الامتهان بالكرامه ديالهم. واحد المجموعه ديال الملفات الفساد اللي سبقنا في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ولا في الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي اننا فجرنا تما، ما عمر هاد الناس ناضوا يأزروا ولا يدافعوا عليها ولا يأزروا الضحايا ديالها، بالقدر ما انهم تحالفوا وتالفوا كلهم فواحد البلاغ عجيب. ما تنعرفوش حتى السياق كيفاش جمعوا هاد الناس باش يقرروا شكون في الشاب فيهم التدوينه، شكون شرح للاخرين، كيفاش تناقل مع الاخرين. فين ساءت لهاد الاحزاب السياسيه باش ينوضوا يديروا بلاغ ويقرروا المتابعه القضائيه ديالهم انطلاقا من ماذا؟ لذلك اعتبروا هذا نوع من التحرش من النضالات الحقوقيه والنضالات النقابيه في المنطقه، ونوع من التحرش ايضا من تنظيمات مناضله ومقاومه وجماعه ظاهريه وديمقراطيه وشريفه ايضا. ما قدرتش انها تستافد من الماء. شوف السي كبير، بحكم تجربتي في الحياه المتواضعه، تجربتي المتواضعه، نحلف عليك بالله، شي هاد الاحزاب هاد التدوينه ماشي هما، شي واحد باغي فيك الخدمه تما ونافد انا ما عارفوش. وجمع حيت هاد الاحزاب ملي كيتجمعوا بحال هكا، بحال ديك الجمعه ديال الريافه، عقلت شي ملي تجمعوا الاحزاب على نشطاء الريف وخرجوا بلاغ الحكومه. صحيح تماما، بحال هادي تماما. هذا شي واحد تما، انا راه عندنا علمتنا الحياه، هذا شي واحد انا ما عرفتش. شوف انت صاحب دقتك شي ميل بحال هكشي، حيت ملي تشوف الاحزاب جمعوا كيوقعوا بلاغات عرفت تيليفون، هادو مشدودين، هادو مشدودين بشي حاجه. زعما انا كنقولها بقى في الحال، لان مؤلم، لان هادشي كيقيسنا، كيقيس الديمقراطيه، كيقيس صوره البلاد. يوقف قدامي رجل تعليم نقابي مشى استغل التدوينه في اطار حريه التعبير والدستور عندنا، ودرنا هيئه الانصاف والمصالحه حال الله، وتقرير الخمسينيه، راه المغرب بغينا ولا كرهنا، راه فتحنا ابواب اللي ما قدروش يفتحوها الجيران. وفي الاخر في اخر المطاف نجي سد الاحزاب يجمعوا على رجل التعليم ديال التدوينه وفين باغي تديه. وانت شرتي نقطه مهمه، هم النبغ مساكن، هل المياه الجوفيه، هل الازمات، ما كتسوقلهمش انتوما كاحزاب، وتجي تجامع زعما على في اطار هادشي. بغيت قبل ما ندخل معاك للتعليم اللي هو موضوع محوري معاك، ومادام جبتي الاحزاب السياسيه وواقع الاحزاب السياسيه، لابد ما نبغي رايك في قضيه اليوم زلزال. حتى مع احترامنا لقرارات البراءه، اي واحد قرارات البراءه اليوم، جوج قيادات ديال حزب البا، وكاين قيادات بزاف، رئيس ديال البا راه متابع في مراكش بديت الملعب، رئيس الفريق دابا جوج، هذا رئيس النادي تاع علاقه الكره. دابا واحد الوقت كنا نبهنا حنا في الموقع هاد الخطوره ديال الناس اللي كيمشيو يشدوا يكونوا رؤساء الفرق ومتابعين الامن القضاء. دابا بودريقه رئيس الرجاء عنده 4 سنين الحبس، هذا عاوتاني هو مجدود رئيس الوداد، هذاك ديال اولمبيك اسفي رئيس الفريق اللي في قطر هو مجدود. هاد المشكل ديال الكره والتخلاط ديال الكره، تصور واحد المجال شعبي مع السياسه، تولي تسمع دابا تبييض الاموال المخدرات. انت كشي واحد غيور على البلاد وكتحرك هذا المجال السياسي، كيف كتفسر دابا الاعتقال ديال هاد الاخوان؟ طبعا انا عارفك ما احترم القيط، ولكن كاين نقاش، هاد الزواج المال والسلطه والمخدرات وتبييض الاموال وكذا. انا بالنسبه ليا هاد الافعال الاجراميه هادي مستقبلا غادي تزيد تكاتف وغادي تزيد تضاعف. علاش؟ لان حتى على المستوى ديال المؤسسه التشريعيه ملي تنسمعوا وزير العدل وتيقول بان ما خاصكمش تتبعوا رؤساء الجماعات بالتهم ديال التبذير ولا بالسرقه ديال المال العام. علاش هاد الابتزازات اللي كاينه الان في السوق؟ قلنا مجموعه الاشياء بغيتو، لان واحد الوقت غادي نوصلوا ما نلقاوش يترشح لينا،
انا غير كترشح لواحد يديروا به شكايه وكتفتح وتتفتح الابحاث. الا فتحتي ضدي بحث وانا سياسي ودوزت عام وعامين غادي للمحاكم جاي، اش من شرعيه باقي عندي امام الناس؟ هاتي اشارات هذا ضوء اخضر لهاد الناس باش يزيدوا ينابوا باش يزيدوا يغتنيوا من الرزق د عباد الله ومن المال العام، لانه يبرره بماذا؟ تيقول لك ما غاديش نلقاو مستقبلا شكون اللي غادي يبقى يترشح لنا. واش انت بغيتي غير الفاسدين اللي بقى يترشحوا لنا؟ لذلك انا اسمي بعض الاحزاب بانها اصبحت نوادي، نوادي لمجموعه ديال الناس اللي ما عندهم لا ارتباطات بهذا الوطن بقدر ما عندهم ارتباطات بالمزيد ديال النهب والتفقير ديال هاد عباد الله ديال هاد الوطن. هاد الناس لا يشرفون العمل السياسي اطلاقا، بل ادعو اكثر من ذلك بان هذه الاحزاب خاصه تحمل مسؤوليتها السياسيه اللي تتبقى تعطي تزكيات لمجموعه ديال الاشخاص اللي معروفين في المناطق نتاعهم بانهم نقط سوداء في تلك المناطق من حيث الافعال التي يقومون بها ومن حيث الثروات ديالهم والطريقه باش راكموها. تخيل معي السي حميد بان حتى القانون الجنائي تسحب من المناقشه 598 ماده، دابا تيهضروا معنا حتى في المرسوم اللي فيه 98 ماده وتيقول لك ما يمكنش نسحبوه، وهذا 598 ماده تسحبات. علاش؟ لانه تضمن ماده تتعلق بالاثراء غير المشروع. هادو بغاو الناس يديروا ثروات غير مشروعه على ظهر هاد الفقراء وبالحماد الفقراء وبالدم ديال الفقراء وبالنهب ديال هاد البلاد هادي. الى اين؟ راه بزاف هادشي، راه الناس مسكينه ما بقاش تلقى حتى قشره ديال الخبز. انا رايت بام عيني بعض الاشخاص يتقوتون من حاويات الازبال من الصناديق ديال القمامه. ما خاصكمش توصلوا المغرب لهذا المستوى اللي تيولي فيه بالنسبه لهم بان الرعب ديال الانتحار لا يساوي شيئا امام البؤس ديال الحياه ديالهم. والوضع غير مقبول، واللي تيزيد يكرس حويجات اخرى اللي غادي تقدر توضعنا في الارتطام مع ذلك المجهول، لان هاته الافعال التي هي افعال شنيعه والتي كشفتها مجموعه من المواقع التي اصبحت قضية رأي عام تتورينا بين واحد المجموعة ديال الناس اللي تيبقاو يزيدوا علينا بالوطنية بهاد الوطنية الزائفة. هم أشخاص لا يخدمون هذا الوطن، هم أشخاص ضد إرادة هذا الوطن، بل هم أشخاص يشكلون حجر عثراء أمام تقدم هذا الوطن وأمام بناء هاته الأوطان. لذلك نقول بأن الإجراء اللي خاصو يتخاذ مع هاد الناس هو الإنصات للجمعيات الحقوقية وعدم التضييق عليها، جمعيات حماية المال وعدم التضييق عليها، وفتح تحقيق نزيه في كل القضايا التي يشتم منها رائحة فساد أو رائحة نوع من الإثراء أو نوع من الاستغلال ديال النفوذ أو التسلط أو غير ذلك من الأشكال ديال الاغتناء ديال واحد الطبقة اللي فقد الضمير بالنسبة لنا واللي عندها الهم الكبير ديالها ما بقاش على هذا الوطن بقدر ما هو مراكمة الثروات لأبناء أبناء أبناء ذريتهم المستقبلية. هذا راه وضع اللي هو بئيس، وضع اللي هو غير مقبول، وضع اللي هو لا يعبر اطلاقا عن ادميه او شيء من الادميه او ذره ادميه متبقيه في دماء هؤلاء. قلبك عامر، قلبك عامر تسكت ندير لك. واخا انا بغيت كنعرفك متتبع يعني بشكل دقيق، وبرافو لك للشان التعليمي، وهذا هو اللي خلاني يعني نستضفوك، وهذا شرف لنا كبير كبير وكبير جدا. بغيتك تعرف النقاش دابا التعليمي، احنا غنمشيو دابا فين وصلنا الوزاره الاضراب، علقتوا الاضرابات دابا نعم. نهار الاثنين كاين الخدمه، الاثنين الخدمه. انا بغيتك عافاك نستغل لانك انت متبع، قول المغاربه ولا حط المتتبع الكريم واقع رجل التعليم، نساء التعليم، شي حوايج اللي خلي داك الشيء كنعرفوا قربنا من صوره النساء باش المغاربه يعرفوا هذا رجل التعليم ولا هذه المراه ديال التعليم، راه ماشي عسخانه راسها وخرجت ناس، راه ما راه راه را كيعانيو. بغيتك تعطي شي صوره في هذا المستوى. مرحبا. بالنسبه للتعليم، هذا الحراك التعليمي كشف بان المغرب مغربان اثنان ماشي مغرب واحد. كاين واحد المغرب ديال الاثرياء، كاين واحد المغرب ديال الاغنياء، كاين واحد المغرب ديال الناس اللي راكموا ثروات اللي وضعتهم في واحد الفراديس ولا وضعتهم في جنان عدن تجري من تحتها الانهار، انهار ماذا؟ انهار دمائنا وانهار عرقنا. وكاين واحد المغرب اخر ديال الناس الفقراء، ديال الناس المظلومين، ديال الناس المقهورين،
ومن بينهم هذه الفئة التعليم. العديد من الناس يقول بأن رجل التعليم شبع راحة، لا بالعكس، شبع تمرة وشبع أمراض مهنية وشبع أخطار وشبع تمرة وشبع مجموعة الحويجات. غادي نحاول نفسروها شوية بالخشيبات العباد الله. بالنسبة لساعات التعليم، غادي نطلق مثلا التعليم الإعدادي، كاين واحد 30 ساعة، الإعدادي الابتدائي 30، الإعدادي 24، والثانوي 21. هذه الزيادة فيها كل واحد زيادة ساعة تضامنية اللي جات تقريبا في 1984. التبرير اللي عطى لها الساعات الإضافية تقال بأن كاين حرب الصحراء وخاص التضامن ما بيناتنا وخاصنا نزيدوا هذه الساعات، إلا أنه جات في سياق آخر، سياق ديال التقويم الهيكلي من أجل التخفيض ديال العدد ديال الموظفين بالنسبة للدولة، جات الآن الحل الانتفافي على حق وليدات عباد الله في الوظائف العمومية وفي الكرامة وفي الشغل. مزيان، ملي تنشدوا هذا الأستاذ ديال التعليم الابتدائي، وأركز دائما على الأستاذ ديال التعليم الابتدائي من حيث هذه الساعات ومن حيث كونه هو الأساس ديال المدرسة العمومية. إلا اهتمينا بالأستاذ ديال التعليم الابتدائي غادي نكونوا بنينا مواطنين حقا، وغادي نكونوا بنينا مدرسة عمومية حقا، وغادي نكونوا ضمننا مستقبلا بناء وطن بيقدر يقرر المصير ديالو في واحد المجموعة ديال المجالات. إلا حطينا من قيمة هذا الأستاذ، ولا هضرنا الكرامة ديال هذا الأستاذ، ولا فرضنا على هذا الأستاذ واحد الشروط غير مقبولة للعيش، ولا فرضنا على هذا الأستاذ يعيش بلا كرامة، غادي نكونوا ضمننا المستقبل ديالنا وحكمنا على نفوسنا بالانتحار، انتحار وطن، بل غادي نوضعوا راسنا في واحد المأزق ما بين الأمم كلها. هذا الأستاذ اللي تيخدم بالابتدائي 30 ساعة، ديك 30 ساعة هادو في دراسات من حيث دراسات دول أخرى اللي تتحترم راسها، تدير دراسات باش تعرف هذا الأستاذ بشحال تيخدم داخل القاعة وبشحال تيخدم خارجها. هاد 30 ساعة من أجل تحضير كل ساعة درس في دراسات أخرى تيقول لك بأنه يلزمنا ما بين 15 دقيقة إلى 30 دقيقة لكل ساعة، يعني هاد 30 ساعة غادي نوضعوا لها واحد 15 ساعة أخرى إضافية، يعني ولا تيخدم 45 ساعة. وأنا تنقول بالنسبة للمغرب ماشي تيخدم 45 ساعة، تيخدم أكثر من هاد 45 ساعة. علاش؟ لأن تلك الدول عندها وسائل ديداكتيكية، عندها حقائب بيداغوجية، عندها أدوات تعليمية. الأستاذ الابتدائي هو اللي تيصنع هذه الأدوات التعليمية. عرفتي الأستاذ التعليم الابتدائي تيلتحق بالإدارة نهار توقيع محضر الدخول، واش تيدير؟ تيوقع وبعد ذلك ينصرف، ما تياخذ تباشير، ما تياخذ وسائل تعليمية، ما تيخضر أطر مرجعية، ما تياخذ مراجع، ما تياخذ حتى حاجة، سير دبر راسك، ومن بعد ذلك يقذف إلى قمة جبل أو في منطقة نائية في الصحراء. واش يقولوا ليه؟ منك طبيب لراسك، منك ممرض لراسك، منك فقيه ديال الدوار، منك قاضي، منك معالج للمشاكل الاسريه، مساعد اجتماعي، من بينك حلاق الكلاند ايضا، من بينك انك نجار المدرسه، لان الوضع ديال المدارس ديالنا وكلنا تنعرفوه بلا ما يزيد شي واحد علينا ولا يجي يبقى يوري لنا بعض الاحصائيات اللي مغشوشه. وتنقول حتى وزاره التربيه الوطنيه من خلال واحد المجموعه ديال المسؤولين ديالها اللي تصادفوا واحد المجموعه ديال القنوات، كنا تنتظروا يجيبوا لنا احصائيات، يجيبوا لنا ارقام، يحاولوا يقنعونا. اش تيجيبوا لنا؟ تيجيبوا لنا واحد الهضره من اجل الاستهزاء من الرجال والنساء التعليم. وهنا تنذكر في هذا السياق السي ادر دور اللي بان على واحد الموقع معين، واش قال؟ خلينا من الابتدائي. لا سيدي، الابتدائي هو الساس والاساس وهو الراس ايضا. واخا الاساتذه التعليم الابتدائي، واش عرفتي بان كاينه بعض القاعات لوزاره التربيه الوطنيه مبقاتش تستعملهم من 1997 ديال البناء المفكك؟ علاش؟ حيت فيهم شي حاجه تنسميوها الحرير الصخري. هذه الحويجه تتسبب سرطانات وتتسبب اورام، وهذه منظمه الصحه العالميه اللي قالتها، ماشي انا اللي قالتها، ومازال لحد الساعه تنستعملوهم. راه 1997 ما بقاتش وزاره التربيه الوطنيه تعتمدهم، وحنا في 2024 مازال تنعتمدوهم، ووزاره التربيه الوطنيه تقول لك غادي نتخلص منهم في 2026. هذا الاستاذ اللي تيدرس في هذه الشروط هذه، خصوصا ان هذه الاقسام ديال البناء المفكك تنقولوا بفعل تقادم، فعل تساقطات الامطار، تتولي اكثر ضررا واكثر اضرارا بالصحه ديال الاستاذ وبالصحه ديال المتعلم. وهذه الاخطار المهنيه اللي موضوع فيها، وهذه الامراض المهنيه اللي موضوع فيها هذا الاستاذ، شكون اللي غادي يعوضوا عليها؟ هذا النظام الاساسي اللي جينا نرفضوا السي حميد، ما رفضناش هكاك. من بين غير هذه النقطه ديال الامراض المهنيه والتامين على هذه الامراض المهنيه، لا اشاره اطلاقا لهذا الشق، في الوقت اللي واحد المجموعه الامراض اللي تيكسبوا هاد عباد الله من هذا القطاع هادي
كاين بوالي الساقين، كاين البحه ديال الصوت، كاين الاحبال الصوتيه، كاين الضغط، كاين السكري، بالاضافه لواحد مجموعه الامراض اللي هي خاصه بالقطاع. وهذه الامراض كلها لا وجود لها، بل اكثر من ذلك يتم معاقبه الاساتذه المرضى داخل القطاع ديالنا بالاقتطاع، يا اما من الشواهد الطبيه اللي بلاو بها ولا الاحاله ديالهم للتقاعد المبكر. هذا وضع غير مقبول، لذلك تنقول بان هذا النظام الاساسي فهو في حقيقته هو مجرد صندوق للمآسي، وجاء من اجل تدمير ما تبقى في هاته المدرسه العموميه. نعطيك السي حميد بانه في السنه الماضيه غير العام الفات عدد التلاميذ اللي غادروا المدرسه العموميه 334,664 تلميذ، عدد مخيف. حباس انا ممكن تكون شي حاجه خطيره، عاود لي هذه. 334,664 تلميذ العام الفات، وهذو احصائيات وزاره التربيه الوطنيه. سنه واحده 334,644، بل اكثر من ذلك. اسباب المغادره؟ لا، اسباب غادي نعطيها بزاف وغادي نحيل ملي غادي نجي مثلا نشوف التعليم الاعدادي. الناس اللي ما انتقلوش غير من المستوى السادس للمستوى الاعدادي، العام الفايت 183,893، 183,893 هادو غير باش يطلعوا من السادس الاولى اعدادي، من السادس الاولى غادروا بحالهم، مشاو بحالهم. علاش مشاو بحالهم هاد التلامذ؟ علاقاش واحد العدد كبير من هاد التلامذ قدموا غير طلبة منح ديال المطاعم ولا ديال الداخليات وما استفدوش منها، تلقاو 4000 تلميذ قدمت الطلب ديال المنحه واستفدت 40 تلميذ. 4000 اللي تقدم طلب، تلقى في بعض المديريات 4000 واستفدت بضعه عشرات من هؤلاء التلاميذ. الاخرين اش نقول لهم؟ تنقول لهم سيروا دبروا على حلول اخرى في هذه السن المبكره. هاد الاطفال راهما اللي غادي يكونوا غدا مستقبلا في الروس ديال الزناقيه، اما تيبيعوا لنا مخدرات ولا تيبيعوا الاجسام ديالهم باش يتقوتوا باش يتعيشوا. كيفاش نقدروا اننا نقنعوه مستقبلا بان هذا الوطن يحبوه كما يدعي اولئك ومن بينهم هؤلاء الذين عاثوا فسادا في هذه الارض؟ هاد الوليدات هادو واحد العدد كبير منهم ما بقاتش الداخليه يعني تتشدهم، ولات دور الطالبه والطالبات. وانا ايضا كنت عضوا في احدى الجمعيات المهتمه بدور الطالبه والطالبات. واش عرفتي السي حميد؟ كانوا تيعطيونا مبالغ ماليه بائسه لدرجه ان دوك الاجراء ديالنا في تلك المؤسسه كانوا تيتطوعوا مسكن مجانا من اجل الخدمه ديال دوك الوليدات. حتى مبالغ الاستحمام ديال دوك التلامذ ما قدرناش. انفجرت علينا واحد الفضيحه واحد المره، القمل ولا نايض في التلامذ ديالنا. وهذا الوضع ديال الاستحمام راه ما موجودش حتى في الداخليات، بل اكثر من ذلك الداخليات ديال التعليم العمومي دابا راه ولاو كلها فوتوا القطاع الخاص. كاين واحد القطاع تيتسمى قطاع المطعمه المدرسيه. وانا نعطيك ثاني تفاصيل في هذا الشان. هذا كاينين التلامذ اللي تيجيو عندنا حنا للمؤسسه وتيقول لك استاذ عافاك عطيني باش نمشي ندير كاسكروت، راه قلت لي الجوع. علاش قلت لك الجوع؟ راه ما حطوا لنا حتى حاجه. بل اكثر من ذلك لقينا حالات بان الناس اللي شادين هذه المطعمه تيقول لك كلام نهار السبت والحد سيروا لديركم. علاش؟ باش يستافدوا من الحصص ديال السبت والحد. هذا راه وضع ما يمكنش نقبلوه. راه داك الشيء علاش حيت تنقولوا المدرسه العموميه نقول هذه حرقه وانطلاقا مما نعيش في هذه المدرسه وخوفا على وطننا، لان بعض الجهات تتهمنا باننا نستغلوا سياسيا. لا سيدي ما تنستغلوا سياسيا، انتم اللي تتستغلوا سياسيا الوضع ديال واحد الطبقه معينه اللي حاولتوا انكم تحرموها من جميع الوسائل ديال الاتصال، من جميع الوسائل التواصل، من جميع الوسائل ديال التعبير. اي واحد جاي ينتقدكم تتقول ليه جهات اجنبيه. راه احتجاجات تنشوفوها في تركيا، تنشوفوها في فرنسا، تنشوفوها في كندا. كندا ما تتقول لهمش راه دوك الناس اللي غادي يحتجوا راه مولاتهم فرنسا باش يديروا لي الفتنه. وفرنسا ما تتقول لهمش لدوك الناس اللي غادي يحتجوا عندها راه مولاتهم ما نعرف بنغلاديش باش يديروا عندي الثوره ولا يديروا الاحتجاج. لا، تستمع اليهم وتنصتوا اليهم وتحاول ان تعالج الامور ديالهم وتحاول ان تضع حلولا لها. بل اكثر من ذلك، وهذا الوضع اللي تنشوفوا في وزاره التربيه الوطنيه، راه قايد تيكون عنده غير مشاكل مع واحد المجموعه ديال السكان في واحد الدوار من الدواوير وتيمشي لعندهم وتيفتح معاهم حوار من اجل ايجاد حلول. ما تيقولهمش لا، ما هو مؤسساتي خاصني حتى نستمع للمرشح ديالكم ولا الرئيس الجماعه، انتظروني. لا، هما براسهم عارفين بان هذه المؤسسات لا دسم لها. لذلك تنقول مره اخرى ونحن نتحدث على المدرسه العموميه بان المغرب تيحط المرتبه 136 في قياس سنوات التدرس. 136 دوليا. ونعطيك ثاني نقطة أخرى. المغرب كلاسي 136. 136 علاش؟ حيت التلاميذ ديالنا المعدل ديال التمدرس ديالهم 4.4 4.5، هادو هما المعدلات. ودول في المستوى ديالنا راه المعدل ديال التمدرس ديال الوليدات ديالها 7 سنوات، أما الدول المتقدمة المعدل ديال التمدرس ديالها 11 سنة.
وهنا غادي نربطها بواحد النوع ديال التعليم، شتي داك التعليم الاولي ديالنا، النسبه ديال التخلي عليه من طرف الاطفال الصغار، 23%. الدوله لحد الساعه ما قادراش تعلم حتى التعليم الاولي، 23 تتهرب. ربي واش كاين اللي غادي يهرب من ذلك الدفء الذي يمكن ان يحتضنه وان يوفر له كل الاجواء لابداع الطاقه والنجاح بالنسبه للتلميذ؟ وهذه النقطه هذه اللي تنقول لك التعليم الاولي مرحله حاسمه في التطور ديال التعليم ديال هذا الطفل، تما فين تنحكموا عليه بالفشل. حتى التعليم الاولي عندنا واحد التعليم اولي بسرعات مختلفه، كاين واحد التعليم غير مهيكل بحال ديك التجاره ديال السوق السوداء ديال شفت حقاره جوج جبنا الوليدات حتى هذا راه تيحسبوه معنا، وكاين واحد التعليم اولي ثاني اللي تيتم داخل المؤسسات التعليميه العموميه، وكاين واحد التعليم اولي ثاني خصوصي، وهذا الخصوصي فيه انت وجيبك، هذيك الشعار ديال ضرب الجيب كي بغيتي تقري ولادك. على ايين كاين هذا التعليم الاولي ونحن نتحدث عنه، لابد ان نذكر ايضا المعاناه ديال واحد الشريحه كبيره اللي تتمثل ازيد من 43,000 مربي ومربيه، وهاد الناس هادو ما تذكروش في النظام الاساسي اطلاقا ولم يتم الاشاره اليهم، في الوقت اللي حنا المطالب ديالنا بانهم خاصهم يتدمجوا ايضا في الوظيفه العموميه او على الاقل يتربطوا مؤقتا داش يتربطوا بالاكاديميات، والاجور ديالهم خاص على الاقل بحكم كونهم كلهم واحد العدد كبير فيهم يمكن ان اقول معظمهم حاملين الاجازه. واخا ولكن دابا هاد الشيء اللي كتقول عاوتاني من واحد الجهه، يعني حتى الحكومه العرض اللي كان دابا المالي، يعني الناس راه كيديروا مجهود، عطاوكم 10 المليار ديال 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 الدرهم، يعني مبلغ اللي هو وصف من طرف العديد من المتتبعين مبلغ لا سابق له في تاريخ يعني كاع المفاوضات ما بين الحكومه وبين التعليم. واش هذا ماشي عرض مغري لا من الناحيه الماليه ولا النقاشات معكم ولا الجلسات ولا المراجعه ديال المواد اللي استفزتكم من داخل النظام الاساسي؟ يعني كاين نيه الحكومه ديال تحل هذه المشاكل ماشي بالصوره القاتمه اللي حاولت تصورتي. تيحاولوا يسوقوا لنا السي حميد هاد 10 المليار درهم وتيحاولوا يقدموها لنا بالفعل بانها مبلغ مغري وبان هاد الاساتذه بغاو الفوضى وعطيناهم الفلوس بزاف. انا نعطيك ما بين 2005 و2019 يعني في واحد 14 عام الاعفاءات الضريبيه ديال القطاع ديال العقار والقطاع ديال الزراعه والقطاع ديال التعليم الخصوصي، هادو ثلاثه 431 مليار درهم، وتجي انا وبقى تقول لي راه 10 المليار 431. لما نعطيتيها ملي تنقول قطاع العقار راه عارف داك الناس اللي تيبيعوا الحكاك ديال السردين لعباد الله والصنادق ديال الوقيد والشقه تطيح عليه ب 8 وتيبيعها ب 25 مليون ومعفي من الضرائب ومقدمه لي واحد المجموعه ديال الامتيازات حتى في العقار اللي حصل عليه. النقطه الثانيه الاعفاءات ديال الفلاحه، الاعفاء ديال الفلاحه عندنا واحد العدد الفلاحه الكبار اللي تيلعبوا في الملايين ديال الدراهم وتيصدروا المنتجات ديالهم كلهم يا اما لاوروبا والباقي منها تيصدروها لافريقيا وخلونا حنا تناكلوا الديشي. والتعليم الخصوصي، هاد التعليم الخصوصي اللي ولا كالطفيليات اللي ولا تتلقاه فوق قهوه تحتو طيل في الزنقه ما فيه لا ساحات حتى المراحيض ديالو ما موضوعاش بواحد المعايير ديال المدرسه، ما فيه حتى فضاء للاستراحه. ملي تنقول تعليم في دول مثلا اللي تتحترم راسها فنلندا غير الحصص ديال الاستراحه ما بين حصتين فيها 47 دقيقه، حنا ما قادرينش نديرو 47 دقيقة، علاش ما قادرينش نديرو 47؟ تنخرجوهم 5 دقائق لكي يتبولوا ويعودون إلى المدارس، وفي القرى يتبولون على المدارس ويتبولون على المساجد، من يتبول على محراب الروح ومن يتبول على منبار العقل لا يمكن إطلاقا أن يعتزل بروحه ولا بعقله مستقبلا. نعطيك السي حميد هما تيقولوا لنا على هذه المبالغ الطائلة الكبيرة، ولكن هذه تصريحات طائشة نعتبر بان غير الارباح ديال الشركات ديال المحروقات وصلت في المغرب 15% ودول اخرى ما بين 2% الى 5%، ونهار قال لهم في القانون المالي اقرار ضريبه على الثروه وعلى الشركات ديال المحروقات قالوا لهم لا يمكن ذلك، كان ارباح هؤلاء مقدسه لا ينبغي ان يطالها اي اقتطاع لفائده هذا الوطن. الوطنيه راه هنا فين تنشوفوها السي حميد، الوطنيه ليست مجرد شعارات، حنا تنخلصوا الضريبه من الحليب ديال الرضاع الى الكفن بالموت، من لحظه الميلاد الى اللحظه فاش تنغادروا في هذه الحياه، بل اكثر من ذلك حتى اللحظه اللي راه حنا تحت القبر راه مازال العزاء ديالنا راه تنخلصوا فيه واحد المجموعه ديال الضرائب، وهذو ثروات اللي هي فلكيه ولا يؤدون اي شيء لفائده هذا الوطن. نعطيك السي حميد 2013 مثلا 160 مليار للتضييعات على السيارات الدوله وقودا وصيانه وتامينا، ودابا تقريبا واحد 100 مليار.
مليار 100 مليار وعندنا واحد الاسطول ديال السيارات اللي 120000 سياره. اليابان عرفتوا شحال فيها من السياره ديال الدوله؟ 5300. كم هذا؟ شحال حنا 5300 120000. حنا عاود عافاك 120000 سياره الدوله وتتاكل واحد المغرب. المغرب فيه 125000 سيارات الدوله واليابان شحال فيها؟ 5300. وكندا فيها 26000. شتي المبالغ قدا. ومن بعد تنشوفوا هاد الناس كيف يستعرضون ابهتهم وبذخهم التافه في استغلال هذه السيارات خلال نهايه الاسبوع. النساء ورجال التعليم جوج دريال كتخلق مع جوج دريال غادي نعطيه 750 درهم في هذه المره و750 المره الاخرى. وديك 750 الان خرجت علينا وزيره الماليه وهي تتحدث عن اعاده مراجعه نظام التقاعد في المغرب وبشرت هذه الشغله التعليميه بانها ستباشر قطاع بمبلغ 750 درهم اولا. سي كبير واش ما كيبانلكش كيقول لك جان جاك روسو اذا كان المجتمع يتكون من القطيع فمن الطبيعي ان تكون الحكومه من الذئاب. والسي خالد الجامعي الاعلامي الشهير الله يرحمه فاضل نار سعيد نقل عن البصري شي مره قال له حكمناكم بدياولكم. البصري قال خالد الجامعي قال له حنا حكمناكم بدياولكم. اش بغيت نقول لك السي كبير واش ماشي كيبان لك انكم كتضيعوا الوقت ملي كتبقى تناقش الحكومه والاخرين والسلطه؟ اجي ندخل لعندكم نتوما المعنيين دابا نمشيو نتوما النقابات. ملي كتجي نقابه وكتقول لك الى حضرت ايفينا حنا غادي نسحبوا ونخاب ونقابه ديالنا اش من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. تصور لقيتي الخير في الحكومه ولقيتي الخير في الحكومه ولقيتيهاش في نقابه اللي محسوبه على الصف الديمقراطي. بمعنى هاد الازمه اللي صورتي المعلمين والمدرسه وما كاينش هالعدس هم كلاسين هنا انا معاك في هادشي ولكن خصنا واش ما كيبان لكش مسؤول ان درنا واحد الخطاب تضليلي في التاريخ عمرنا ما طلينا في راسنا حنا الى اي حد كنساو هاد الازمه. واش حنا ما نستاهلوش هاد الوضع الخايب اللي صورتي لينا؟ هي نقابه الاتحاد الشراكي كتقول لك انت اسيدي ما تحضرش والحكومه قبلاتك وهو اتحادي النقابه ديال الاتحاد الشراكي ما قبلاتكش. نعم واحد المفارقه غريبه السي حميد. وبهذا المنبر زعما تنوجه تحيه للرفاق ديالنا داخل الجامعه الحره للتعليم هذه ديال حزب الاستقلال. داروا بيان يثمنون فيه الحضور ديال الجامعه الوطنيه للتعليم للاغناء ديال النقاش وفي التصورات وفي الحكومه وفي الحكومه والاتحاد الاشتراكي غميمي لا السر الرغيوي الرغيوي انا ما عندنا مع حتى شي حاجه صحيح زعما ولكن سجلنا الناس بزاف فما فهموش وتقلقوا. نعم كيفاش السر الرغيوي الاتحاد الشراكي حزب ديال النقابه ديال حزب الاستقلال بالحكومه رحبوا بكم وكاين حتى نقابه اخرى رحبت ماشي غير اصحاح ها كانت الجامعه الوطنيه للتعليم الاتحاد المغربي للشغل. ولكن هذا الوقت ديال الاتحادي بغيت تشرحوا لي شنو ما فهمتش. بالنسبه لي انا تنشوف بان ما قاله الذي يمثل هذه النقابه ما بغيتيش تسميه قلق عليا هو عين ما قاله رئيس حزبه السياسي الشقر. الشقر كان قال المجتمع قال كاين العدميين للتنسيقيات ثاني والا غادي نوضوا نديروا تنسيقيات ديال الفراشه حتى حنا. دوك الفراشه تنعتبروهم شرفاء وتنعتبروهم ذوي عزه وعندهم النخوه وعندهم كرامتهم ما مشاوش يشدوا الصف على البقاع. تحيه للفراشه الدوله ولا الله يعطيك الصحه ما مشاوش يشدوا البقاع ديال الزعير وما كانوش المال ديال الشعب ما مشاوش يشدوا البقاع ديال الزعير. شكون اللي بقاع الزعير؟ كاينين اللي داوها هذوك علاش خاص يتوجه مثلا هذا الخطاب؟ شكار دا بقعه تما يمكن كاين شي حاجه من داك الشيء اللي كان خرج الراضي فراشه ما داوش مساكن هما جاو تيفرشوا وهذا وجه تيكشف لنا الوجه البائس ديال السياسات العموميه ديالكم. كون كانت بالفعل السياسات الدوله راه خدم الدوله نعم خرج بعضها غير خدموا خدام الدوله يعني قدموا خدمات. السير شكار ما قد خدمات سي حجيره قد خدمات نعم حنا ما تنقدموش خدمات هذا الفراشه ما تيخدموش خدمات الفلاحه ما تيقدموش خدمات العمال ما تيقدموش خدمات الاساتذه ما تيقدموش خدمات كلشي ما تيقدموش
ما عدا كلهم ساكن ما عدا هذا الاستاذ الفاضل بين مزدوجتين هو الذي قدم خدماته واستفاد بهذه الطريقه. لذلك اعود مجددا الى نقطه النقابات. نعم انا اتحدث دائما على ان هناك تيار نقابي، تيار نقابي داخل وتوجهات نقابيه ايضا داخل كل هذه التنظيمات، ربطت جسور تواصل عظيمه مع الاداره واستفادت من خدمات الاداره، بل اكثر من ذلك افسدتها الاداره، بل اكثر من ذلك ان حتى الدوله تدخل في هذا الشان من اجل صنع نقابات على المقاس. رحنا في الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي مشينا نحطوا ملف القانوني ديال النقابه، ففاجاتنا السلطه المحليه برفض تسلمه بمبرر ماذا؟ بمبرر ضروره استبدال كل اعضاء تلك النقابه باعضاء اخرين. علاش نستبدلوهم؟ يعني خاصكم انتم بقا تحددوا لنا شكون يكون في هذه النقابه وشكون يكون في هذه النقابه. نعم انا عندي، شوف انا عندي معطيات بخصوص هذه واقعه، ولكن ملي جبتيها بغيت مع احترامنا حشيت هي واقعه خاصها تسجل في مراحل كيسمى شي اللوحه في ذاك سجل واقعه طريفه. يحكى حسب ما بلغاني انكم انتم مشيتوا لعند الناس السلطه، مع احترامنا لديك الجهه السلطه، ما نقول السلام عليكم السلام هاكم اللائحه ديال، شنو كان الجواب؟ حشية طريفة عافاك المعاودة. نعم اننا مشينا من بعد ما اسسنا من بعد جمع عام اللي حضروا فيه القواعد ديالنا كلها، ودينا الملف القانوني ديالنا للسلطة المحلية باش نشدوا الوصل للايداع ديال هذا الملف. السلطة المحلية قالوا لنا تسناونا نتواصلوا نشوفوا واش نشدوه ولا لا. مزيان ملي تواصلوا قالوا لهم لا ما تشدوهش، راه واحد المجموعه ديال الاعضاء تما عندنا عليهم تحفظات. انا قلت ليه لذاك الممثل ديال السلطه المحليه الا كان الاسم ديالي هنا مرحبا انا نحيد. قال لي انت كاين بعدا واخا. قلت ليه شكون الاخرين باش نحيدوهم؟ قال لك غدا ان شاء الله ورجعوا عندي. الغد اللي رجعنا استقبلنا بحفاوه وباحترام مبالغ فيه وقال لنا اعتذر كثيرا. علاش؟ لانهم قالوا لي خاصكم تحيدوا كلكم. علاش؟ علاش تبقى تحاور دابا مع ناس اللي ما قادراش تحكم في الشارع اطلاقا؟ شتي علاش وصلونا هادو؟ قال لا دابا راه غداش قال 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 انت لا من الاول قال لك انت ما كاينش خاصك تحيد. قلت له انا قابل مرحبا. قلت له مرحبا. قلت له مرحبا. شكون وجهه اخويا؟ قال لك لا كلكم. قال كل شيء يبقى في النقابه؟ ما عرفت هما باغيين يصنعوا نقابات خاصه ويحاوروا انفسهم ويديروا الكلمات ويجوا يأطروا عباد الله ويديروا المسيرات ويديروا الاعتصامات ويقولوا لنا هالمطالب ديالكم وهالاولويات ديالكم وبارك راح كاين نقابات في السوبر كاينه نقابات اللي قبل وهنا في هذا السياق باننا في احدى المرات في واحد الاقليم اخر مشينا نحطوا الملف القانوني ديالنا ودينا الوثائق القانونيه اللي كاينه في الدائر في الدائر المتعلق بالنقابات. قال لنا ذلك الممثل او ذلك الموظف ديال السلطه المحليه لا خاصكم تزيدوا وثائق اخرى من بين الصور ديالكم. قلنا لا لا راه ما كايناش في القانون. قال لك لا بلاتي نوري لكم النقابات الاخرى راه جابت لي هادشي وبقى تورينا صورهم. قلنا لا لا راه حنا ماشي هادوك. قال لك علاش ما تكونوش بحال هادوك؟ قلنا لكم كنا نكونوا بحال هادوك كون خرطنا معاهم وحنا معاهم. لا نحن نقابه بالفعل كفاحيه ومناضله وصامده وتتمثل صوت الشارع وتدافع على مطالب الشغيله وتتخدم الشغيله وما تتستخدمهاش. راه هذا هو المشكل اللي ما بغاوش هادو يفهموا. واخا سي كبير النقاش معك يعني ما غيساليش بخصوص هذا اللقاء الاخير دابا ديال الجامعه دابا تفاهموا مع الحكومه بعدا غير باقتضاب عافاك باش ندوزك شنو هو المستجد اللي حتى عيطوا لكم وقول لكم اش جلسوا الحلول شنو هو المستجد؟ نعم ان الحكومه وهي تحاول اخراج هذه الوثيقه ديال النظام الاساسي لقات بانها تتوقع مع الناس اللي راهم حاضرين معها النقابات باربعه وتتحاول تقدم واحد المجموعه ديال العروض من طرف هذه النقابات الاربعه وهذه النقابات الاربعه تدعيو الشغيله كلها باش ترجع للاقسام وحتى واحد ما بغى يرجع لهم حتى واحد اطلاقا ما بغاش يرجع. قالت بان بالفعل يمكن هاد الناس انا غالطه في الطريقه اللي راه تنعتمد علاش من 20 شوتان بير نقدر نقول لك السي حميد بان اي مكسب تم تضمينه بالنسبه للشغيله فهو نتيجه لنضاله الشغيله. اما 20 شوتان بير جابوا لنا ذلك النظام الاخرس ذلك النظام لاخراجنا جميعا من الوظيفه العموميه وتدمير كل المكتسبات والحقوق ديالنا. واش ما كيبان لكش رب ضاره نافعه؟ خرجت واحد الروايه مؤخرا في احدى المواد الاعلاميه كتقول بان ناس من داخل النقابات الاربع اللي كيجلسوا مع الحكومه كانوا كيصيفطوا اسيميسات رسائل للتنسيقيات وكيحرضوا على الاضراب وكذا. بغض النظر على الخلفيه ديال واش ما كيبان لكش هذه الماده كانت فيها خير وفيها الخير؟ تما الحكومه فهمت بان الحكومه ما تقبلش الناس كيحرضوا
الحكومه كتحل المشكل. لقات راسها مع ناس اللي جالسين معها هي هما المحرضين ديال الشارع. فقالت انا وقال ظالم هذا الايفينوت نسيق عليه فاش جات هذه الجلسه. هنا واش ممكنش تحسب الحكومه لانها لقات واحد الناس محرضين معها تيقلبوا على الاذن البلاد على حساب هذيك الماده الاعلام. واش ماشي تكون هذه العمليه خدمه هذا اللقاء اللي تجمع فيه الايفينوت؟ احنا دائما كنا تنادي السي حميد من اجل فتح باب حوار جدي وندي ومسؤول ومثمر في الحركات الاحتجاجيه. احنا ماشي تنحتجوا من اجل الاحتجاج ولا تنحتجوا حيت بغينا العطل، لا، تنحتجوا لان الوضع جويد. اصبح لا يطاق اطلاقا، اصبح الوضع لا يطاق. وهناك واحد النوع ديال تحقرتو، ماشي غير تحقرنا، واحد الوضع اللي هو بائس بالنسبه للمدرسه العموميه. تراك صورتيه واحد الوضع ما مقبولش، واخا تقدروا في النقاش. دابا باش منطق دابا انتوما غدا غتدخلوا تقراو الاثنين؟ نعم الاثنين غادي نلتقوا بالمؤسسات ديالنا. قررتوا؟ نعم قررنا والحمد لله، ولكن في انتظار السي حميد على قشره. ماشي تنوقعوا شيكات على بياض، لا، احنا ماشي من ذاك النوع الذي يوقع بشرط الا يتجاوز الاطار. مستعدون ايضا للعوده للاحتجاج اذا لم تلبى مطالب التعليمية. إذا ما كاين باش، نعم، إذا ملي كاين حوار ولقينا بأنه غادي يكون حوار جدي وفيه واحد المجموعة. علاش توقفتوا؟ علاش باش دخلتوا؟ شنو هو باقتضاب؟ تسحب هذاك النظام؟ نعم، السحب والتغيير جميع المواد ديالو وتغييره بمرسوم آخر، زائد واحد المجموعة المطالب اللي عبر عليها التنسيق الوطني، وهي تسوية جميع ملفات الملفات الفئوية والملفات العامة والتراجع الاقتطاعات لمدة سنة. قلنا خاصهم يتراجعوا الاقتطاعات لمدة سنتين. نعطيك السي حميد، السيد رئيس الحكومة نهار كان وزير الفلاحة تراجع على اقتطاعات خمس سنوات للقطاع الفلاحي. وحنا بالنسبه للتعليم تيقول لك لا يمكن، لا، خاص تراجع الاقتطاعات. علاش؟ لانها مورست خارج القانون. عاود هذه فكروا كيفاش السيد رئيس الحكومه تراجع الاقتطاعات ديال الشغيله بالقطاع الفلاحي ديال خمس سنوات، والتعليم تيقول لك ما يمكنش نتراجع. وانتم مصرون على ضروره ارجاع هذه المبالغ لاننا نعتبرها مبالغ مسروقه وخارج القانون، تم اقتطاعها. مسروقه؟ نعم، ما عندوش القانون، ما كاينش قانون تنظيمي ديال الاضرام. هو تنسي الازامي وقال لي ان الاقتطاع قانوني لاجل مقابل العمل، وبزاف الناس كيقولوا هذه الفكره. نعم السي الازامي، وهذا من الناس ولا الحكومه ديالو الاولى والثانيه، هي اللي حاولت انها تاسس وتسيد هذا المنطق ديال يوم عمل مقابل يوم اجره. ما كيفاش تما خدام يوم عمل السي حميد؟ العطله راه ما تنخدموش، الاعياد ما تنخدموش، السبت والحد ما تنخدموش، حتى هي قطعوا عنا. لا، هذا منطق اللي هو اعرج. كاين حق الاضراب، خاصة تعطيني ضمانات لممارسة حق الاضراب، وكاين انظمة اساسية ديال واحد المجموعة ديال القطاعات اللي اول بند فيها حق الاضراب مضمون للشغيلة، في حين ان النظام الاساسي ديالنا فيه واحد المادة اللي هي خايبة بزاف السي حميد. عرفت شكون هي؟ الا درتي الاضراب يعزلوك، كاينة في هذا النظام الاساسي. اش فيها؟ توجيه انذار بالعودة الى مقر العمل، وفي حالة عدم العودة. صح هادشي. السي حميد راه ماشي تنكذبوا عليهم، راه كاين في هذا المرسوم ديالهم. والأخطر من ذلك أن التصريحات ديال بعض الأعضاء اللي حاضرين مع هذه اللجنة الحكومية الثلاثية خرجوا ومازال مسجلة عندنا. أش يقولوا؟ تيقولوا لقد أدينا دورنا وعلى الحكومة أن تؤدي دورها. تيدعيوا للحكومة باش أنها تمر للمرحلة ديال تكسير العظام ديال المحتجين. هؤلاء الذين يقبلون هذه الشروط ويناقشون في ظل هذه الأجواء المسمومة وفي ظل هذا التحريض تجاه أسرة التعليم، هل يمكنك أن تأمنهم مستقبلا على ملفك المطلبي أو على مطالبك؟ صحيح. أو أن تثق بهم؟ صحيح. غادي بعد واحد المتابعة، كيف بغيت رأيك باقتضاب ما قاله السي أدردور، أنا اللي كنوجه له التحية بهذه المناسبة، ما قاله في حق زميلكم السي عبد الوهاب السحيمي. يعني كيفاش ديك التصريح، ديك الاتهامات، ما عرفتش وصلاتك ولا لا؟ بانه نعم. ما كيخضرش وكيقتطع له، راه كان وسمعنا بان السي السحيمي اللي كنوجه له التحيه بهذه المناسبه حتى هو كنسجلوا التضامن ديالنا معاه، انه غادي قاضي، غادي قاضي. كيف بعد هذه الاتهامات مسؤول ديال الموارد البشريه وجه الاتهامات يعني الشخص اللي عنده بغينا ولا كرهنا؟ السحيمي رجل عنده مصداقيه كبيره، يعني انا تنتبع وما عمري سمعت عليه شي حاجه خايبه عنده. واحد نتوما بعدا كنقابه واش كيعنيكم؟ واش كتسجلوا تضامنكم معاه ولا ما كيعنيكمش؟ ولا داكشي اللي قال أدردور عنده الحق؟ ما نعم. بالنسبه لنا بخصوص التصريح ديال السي أدردور بخصوص الاقتطاع الاستاذ، نقدر نقول لك بان الاقتطاعات تمت العربده فيها. راه كاين لاش قطعوا 1000 درهم، كاين لاش قطعوا 500 درهم، كاين اللي في رخصه مرضيه وقطعوا ليه، كاين اللي متفرغ وقطعوا ليه، كاين اللي قطعوا ليه 130000، كاين اللي قطعوا ليه 500 درهم، كاين اللي قطعوا ليه 3000 درهم،
كانت هناك نوع من المزاجيه والعشوائيه في هذا الاقتطاع، يعني باش يبني عليه واقتطعوا ليه يعني مستقبلا غادي يكملوا ليه الاقتطاعات. غير اللي تنقول للسي ادردور عوض التركيز على الاقتطاع ديال الاستاذ ديال 1000 درهم او اقل من 1000 درهم، انا نعطيك اشارات في 2016 2017 اكاديميه ديال الرباط كانت صرفت واحد 1.8 مليار على الامتحانات الاشهاديه، 1.8 مليار. وعرفتي الاكاديميه اللي كثر منها من حيث عدد الطلبه مش حال صرفات 300 مليون. عرفتي التلميذ مش حال باش طاح في هذه الاكاديميه؟ بس هذا كلام خطير، كلام صعيب بزاف. نعم، مليار، 1.8 مليار اكاديميه ديال الرباط. واكاديميه اخرى فيها العدد التلاميذ كثر، شحال صرفت؟ تقامت بواحد 300 وشي حاجه ديال المليون، فرق ديال 1.5 مليار. نعم، وكاينه اكاديميات اللي طاح عليها. كاين مدير الاكاديميه هنا هو ادردور. المهم تنقولوا ليه بان هاد الحويجات علاش خاص يتوجه لانتباعي وتوجيه لاستاذ اللي عايش واحد الوضع ديال الفقر وديال البؤس، وداك الشيء اللي تتعطيه راه ماشي مبالغ ماليه، هذيك راه غير مجرد بقشيش لتدبير اموره والاستدانه اكثر من اجل انه يكمل المعاش ديالو لمده شهر. نتمنى هاد الكلام اللي قلتي صعيب بزاف، كنتمنى السلطات المعنيه بالمال العام، لان هذا كلام خطير وخطير جدا، كنتهموا حتى شي واحد، ولكن خاصك تاخذ هذا الكلام بعين الاعتبار. 1.8 مليار والاخرين شحال صرفوا؟ 300 وشي حاجه ديال المليون، الفرق ديال 1.5 مليار، والعدد ديال الاخرين كثر، او العدد الاخرين كثر. واخا صحيح مشيتك ما سجلتيش معاه، ولكن لا انا سجلت ضامن انت من داكشي علاش تنقول لك الاستاذ باش تقطط عليه ما خاصوش يتقطط عليه، وداكشي اللي تتعطيه راه ما تتعطيه حتى حاجه، يعني بحال تقوم بابتزازنا من اجل العوده الى العمل، هذا راه ابتزاز، هذا راه ضرب الجيوب، ما تقطط عليهش. اختم معك السي كبير بالدياليز. وباقتضاب ما غاديش نطولوا فيه بزاف، لان انت عرفت بهذه الفضيحه ديال الدياليز. شنو بعدا قص الدياليز وكديك السالف درهم اللي كيجيو الرباط والنهبو وتحكم باقتضاب قرب الناس باش نختموا هذا. شنو قال الدياليز؟ هذا واحد الملف ديال الدياليز، كان واحد المجموعه ديال المرضى اللي تيمشيو لواحد المركز من اجل تصفيه الدم، الناس اللي ما بقاوش الكلاوي ديالهم تيخدموا اطلاقا، وكانوا تيمشيو لهذا المركز هذا، وهذا المركز كان تيتلقى واحد المجموعه ديال الاعانات من واحد المجموعه ديال المؤسسات ومن واحد المجموعه ديال الادارات ومن واحد المجموعه ديال المحسنين. كان هذا المركز بالفعل يسبح في المال، وفي نفس الوقت يسبح في البؤس والدموع ديال واحد الشريحه مهمه من المجتمع ديالنا اللي كانت تتعاني في صمت وكانت ايضا تموت في صمت. فقدنا العديد منهم مساكن، لان هذا هو الوضع ديالنا اللي تتغيب الشفافيه وتتغيب المساءله وتتغيب المحاسبه. من بعد ما فجرنا هذا الملف السي حميد، تم المتابعه ديالي من طرف هاته الجمعيه بتهم كيف خنيفره طلبت لك 80 مليون تقريبا في المجموع ديال المبالغ الغرامات اللي كاينه والمطالب. قال لك بانك اسات الينا وشهرت بنا في الوقت الذي نمارس فيه في ممارس لا العمل ديالنا في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. هضرنا في الجمعيه وقفنا معاهم في الجمعيه. عندك ادله؟ كانوا عندنا واحد المجموعه ديال الملفات، وبالفعل تقدمت تلك الملفات من جمعيه اخرى مؤازره الى المحكمه، وتم الحكم باحكام اللي اعتبرناها الى حد ما بانها صدق صحيح. صدق صحيح. ودينا هؤلاء. ودينا هؤلاء. اش كيديو؟ الناس داروا فلوس بزاف السي حميد. نقدر نقول لك بان شخص كان دخل بصنداله ديال الميكا وصدق داير حتى هو الثروات بل اكثر من ذلك العطور ديالو تيشريها من محلات مسجله في الوقت اللي كان جاب صنداله وما عنده حتى دار لاباس. دار لاباس. شوف اللي كيجيو الرباط كيديو 6000 درهم. كاينه التنقلات راه كانت تعويضات يوميه عند البعض اللي اكثر من 1000 درهم يوميا ما خدام ما حتى حاجه، بل اكثر من ذلك السيارات كان لا اشرح لنا كيفاش التلاعب كيديروا لهذا الشيء. بالنسبه للوجبات انا نعطيك بالنسبه للوجبات. عرفتي السي حميد هذا الشيء يعطيو لدوك المرضى تيعطيوهم خبزه ودانونه من بعد ما يديروا عمليه تصفيه. عرفتي شكون هي رايبيه ملي تعطيها؟ راه خاصك دير عمليه تصفيه اخرى ثاني، لان رايبيه فيها واحد المجموعه ديال المحتويات اللي ما خاصش الاطفال بعدا ياكلوها وما خاصش حتى هاد الناس ياكلوها. هاد الناس هادو كانوا تيعطيوهم خبزه وضريبيه وتيديروا نفقات معينه بالنسبه للاكل ديال هاد المرضى، بل اكثر من كيعم عاد يكذبوا غير تياكل شي الوثائق وقفات عليها، بل اكثر من ذلك شتي في المحاكمه ديالهم نطق احد المحامين وقال بان المجموع ديال النفقات لهذه السنه 1.6 مليار، احدهم قال لا غير 1.4 مليار، فبدا الاحتجاج فنطق القاضي وقال لهم 200 مليون ماشي مشكل بالنظر لهذا الشيء صرف صغير. وداروا لك انت متابعه؟ نعم داروا لي انا المتابعه وتمت في عديد من الجولات. اخذت البراءه. تحيه للقضاء. تحيه ايضا للقضاء. نعم تحيه لذلك القاضي الذي نظر يعني بعض المرات القضاء المغربي
تحية لذلك القاضي الذي نعم لذلك القاضي الذي نطق بهذا الحكم أوجه له تحية خاصة وأوجه أيضا لهيئة الدفاع التي كانت في المستوى. شي 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 ما عرفتش اللي تقدر تقولها ولا ما تقدرش تقولها شي واحد شي 300 مليون 400 مليون 500 مليون 600 مليون كاينه شي حاجه بحال هكا عائشه عاد سمعتي انت واش كاين كنت تقال كان حنا مسؤول معين مسؤول حضر معنا الاجتماع والزوابيه ومن بعد قالها قدامنا كلنا قالك راه واحد 500 مليون ما لقيت لها حتى ورقه ولو الكاس يشريوه ب 100 مليون ولكن انا راه ما قديتش على هذا الملف هذا شي واحد دا 500 مشات يا ريت سمع في هذه البلاد ديال الناس بحال هذا الشيء اللي وقع مع بيوي وقع مع كيعجبنا هاد الحركات القضائيه عرفتي كان واحد العلاقه كتولي عندنا مع المؤسسات قويه ما كرهتش دابا هاد 500 مليون زعما شي في هذه البلاد يحركوا شكون دا ديك 500 مليون زعما كون غير رجعوا لذاك المسؤول يقدر يقول لهم علاش حتى المحامي 500 ما لقيتهاش ما لقيناش تنقلب غير على شي ورقه ولو يكون الكسب 100 مليون ما لقيناش وما بانش لدابا ومن بعد قال لنا في تصريح امام ثلاث اعضاء من الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان 500 مليون قال لك لا يعرف لها مصير الى يومنا هذا الى يوم الدين وسي كبير كنحييك الله يعطيك صحتك كنشكرك شكرا على عفويتك وعلى صدقك يعني الطريقه باش كتحكي كيبان كاين حراره وكاين الم وكاين الله ينصرك شكرا لك نستضيفك في شي شكرا جزيلا حول بهذا متابعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه نشكر لكم طيبه المتابعه والى اللقاء.